لو الحكاية فيها إن فيتو. إعلاميين المشاركين بهذه الحملة الوطنية للتطعيم، يسعدني ويشرفني مساهمتي في هذه الحملة الوطنية والرسالة السامية التي تهتم بالأطفال، لأن هؤلاء الأطفال هم أساس الحياة وعقودها ومخزنها الاستراتيجي لبناء مجتمع سليم، بناء مجتمع سليم وقوي وهادف على كافة وفي كل مجالات الحياة. أبناؤنا أطفالنا، فلذات أكبرنا، هم أملنا ومستقبلنا وحلمنا القادم. فهل يصح أن تعيش بدون أمل أو بدون مستقبل أو بدون حلم؟ التطعيم ضد مختلف الأمراض هو أول محطات الرعاية، ونحن بدورنا نطالب أولياء الأمور، آباء وأمهات وشباب، بضرورة الاهتمام بالتطعيم، لأنه أفضل سبل الوقاية والحماية للارتقاء بصحة أبنائنا، وأساس بناء أجيال قوية تتحمل الصعوبات وتعثر في كل ظهور. من أهم وأولى اهتماماتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.